اوعى تخلي قطر الشركات يدوس عليك، انت دوس عليهم ازاي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، ازيكم عاملين ايه؟ الفتره اللي فاتت في ظل تريح الشغل، الناس تقول لك في شغل، الناس تقول لك ما فيش شغل، والدنيا خربانه. وازبل حاجه بقى موضوع الجروبات اللي عامل قلبان ابن لذينه، جروب مش عارف ان درايفر، وجروب ديدي، وجروب اوبر، ومش كل واحد عامل له جروب وجايب عليه شويه ناس وعاملين يهبدوا مع بعض ويخبطوا ويرزعوا. ما تفهمش بقى مين الملك الجروبات دي، الشركات، حد تبع الشركات، وقلة ادب بقى، وده يشتم في ده وده يشتم في ده، وحد يجي من الشركه يدافع عن الشركه، وحد يجي من هنا، وحاجه بقت صعبه وبهدله، والشركات فرحانه في الكلام ده، الكباتن كلها شبطانه في بعضها، والدنيا خربانه، وده يقول لك مش عارف فيه، وده يقول لك مفيش، والناس تشتم في بعض، وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. فاحنا مش عارفين مين اللي بيحرك الجروبات دي، والمصلحه مين الجروبات دي شغاله تنتش في هنا وتنتش هنا، ويجيبوا ده ويجيبوا ده، وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. الفتره دي في مشاكل في موضوع الشغل، والشغل شويه ليل وشويه حلو، والصبح حلو وبعد كده يريح والكلام ده. فالشركات انت بالنسبه لها زي ما قلنا لك قبل كده عباره عن ارقام، كل ما الارقام بتقل كل ما الشركات بتحس بخطر. فالفتره دي عشان في بعض الاوقات الدنيا بتريح جامد، فالشركات بتلعب عليك في موضوع الارقام ده لعب ابن لذينه. مثلا ديدي تنزل لك سعر الرحله خالص، اوبر مش عارف تجيب لك السعر الصبح حاجه وبالليل حاجه، ومش عارف ان درايفر تلاقي فيه وقت ان درايفر حط لك الكيلو ب3 جنيه، وقت تاني تحطه لك اقل حاجه 5-6 جنيه. فالناس مش عارفه تعمل ايه، ومش عارفه رايحه فين ولا جايه منين. الشركات بالنسبه لها عاوزه توصل للرقم اللي هي بتوصل له كل شهر، يعني مثلا الشركه بتكسب في اليوم مثلا نقول 5 مليون 7 مليون جنيه، فهي مثبته في الرقم ده، مش عاوزه تنزل على الرقم ده. فبتجيبه ازاي؟ تخبط الكباتن مع بعض، وناس تشتغل وناس مش تشتغلش، ويحط العميل مش عارف ايه ويعمل ايه، زي الحركه اللي عملتها دي اول امبارح، جايه راحت موقفه موضوع اي حد يشتري زيرو عموله او 5% او 7% مره واحده. الناس كلها تيجي تشتري مش عارف يشتري، فراحت الشركه ايه، لقت ناس كتيره لما وقفت موضوع الزيرو عموله ده ناس كتيره ما اشترتش، فراحت الشركه ايه تاني يوم راحت بعت الرساله دي للناس، معلش اصل حصل تقني ومش تقني وعطل ومش عطل والكلام ده مش عطل ولا اي حاجه يا جدعان، ده الشركه بايه بتشوف ميتك ايه. هي دلوقتي انت شغال على الزيرو عموله وال7% وال5% مره واحده وقفوا لك الكلام ده، انت يا ترى هتشتغل ولا لا؟ نفس الكلام اوبر تروح منشفاها عليك ومزوده النسبه بتاعتها قوي، شوفك هتشتغل ولا لا، لو ما اشتغلتش لا يظبطوا الدنيا، اشتغلت لا اديله على قفاه. فالشركات دي كده بتشوف ميتك ايه، لو هي شدت عليك او وقفت عليك حاجه بتديها لك او بونص او او او، وانت اشتغلت وكملت لا يا باشا، ده الناس كلها اشتغلت احنا نكسب اكتر، ادي على قفاه. فهي الفكره كلها زي ان درايفر لسه عامله لك من كام يوم لبعض الناس مش لكل الناس موضوع الفحص نسيته، هما بيشوفوا ميه الناس ايه، الكباتن دي هتعمل الفحص ولا هتكبر دماغها. لو الكباتن اللي هما بعتوا لهم كلهم بعتوا الفحص بتاع نسيته وعملوه الدنيا زي الفل، ادي على قفا يا معلم، اعمل كله فحص نسيته. فهو الفكره كلها عمال بيشوف ميتك ايه، الدنيا كده كده مريحه، والدنيا اوقات فيها شغل واوقات ما فيهاش شغل، فهو عنده رقم معين عاوز يوصل له، فبيحاول يوصل له قد ما يقدر. وبيشوف انت ايه، بيشغلك انت بردك معاه، بيشوف انت ميتك ايه، هتقبل بالوضع الحالي ولا مش هتقبل. وموضوع بقى ان الصبح سعره وبالليل سعره والكلام ده، انا لسه حاصله معايا امبارح بالليل والنهارده الصبح على الساعه حوالي 10 بالليل، مش 10 لا حوالي 9 بالليل بالظبط، بعد صلاه العشاء كنت في مدينه نصر رحله الحي العاشر، جايالي رحله من جوه الحي العاشر من عند الحته بتاعت الافارقه، جايه مول تور رحاب، جايه بكام؟ جايب حوالي 68 جنيه 9، انا ما لقطتهاش بس انا شفتها كده ما عجبتنيش عشان خاطر هخش في جوه حواري وحوارات، قلت لا يا عم انا مش عاوزها، انا اروح التجمع فاضي احسن. ابص الاقيها جايب حوالي 69 جنيه حوالي 13 كيلو، وبيقول لك بقى ان انت تخش من بوابه 9، وانا كده كده ما فيش دخول من بوابه 9، فهتضطر تلف من 19، فالاوردر هيخش له في ايه؟ في سكه 15 16 كيلو 17 كيلو كمان عشان تقدر تدخله جوه في المكان اللي هو عاوزه. ما قابلتهاش ومشيت. النهارده الصبح في شغل والدنيا ماشيه، فجاي لي الاوردر ده من هنا من التجمع الاول رايح ناحيه المستثمرين، 8 كيلو جاي بكام؟ جاي ب 67 ونص. في ايه يا جدعان؟ ما امبارح كان بحوالي 67 و68 جنيه داخل في 13 كيلو، النهارده الصبح عشان في شغل والدنيا تمام تجيبه لي بحوالي 67 ونص من هنا اهو،
8 كيلو. فما تفهمش الدنيا ماشيه ازاي، هو نظامه ايه في الوقت الحالي. كل ما يكون المنطقه دي فيها عربيات كتيره قوي يروح ايه منزل السعر لتحت. في عربيات كتير، عندي عربيات كتير جدا وما عنديش عملاء، ومش بقول لك في ريت ولا اي حاجه خالص، لا في العادي. وقت تاني العربيات كتير، العربيات قليله والعملاء كتير، فده ضغط شغل، ارفع السعر لفوق من غير ريت ولا اي حاجه. فالموضوع بقى رخم جدا وبقى صعب جدا. وديدي عمال تلعب لك في عدد الكيلوات، واوبر دلوقتي اتعلمت من ديدي في بعض الاحيان تلاقي ايه عدد الكيلوات تحت، وتروح تعمل الاوردر وتشغل جوجل ماب تلاقي الكيلوات عالي. في يا جدعان انتوا بتعملوا ايه؟ فدلوقتي الوقت اللي احنا فيه ده اسمه قطر الشركات. الشركات بتدوس على اي حد، بتفرم اي حد، اهم حاجه توصل للليمت بتاعها او توصل للتارجت بتاعها. في تارجت الشركات بتحققه، فانت خلي بالك وما تاخدش رحله غير لما تركز فيها. وتقول لي خطيفه ما خطيفاش، خلي الخطيفه تخطف براحتها يا ولعوا جاز. انا شغال على نظام معين، انا بمشي كيلوات معينه بسعر معين، انا شغال مع الشركه دي في اوقات امنه. يعني احنا في الوقت اللي احنا فيه ده في اوقات فيها ريت وفيها شغل، واسعار الكيلوات بتبقى مظبوطه واسعار عادله، وبمشي مش عارف قد كده بقد كده والدنيا تمام وزي الفل. اشتغل في الاوقات دي ما اشتغلش ليه؟ في اوقات تاني الدنيا مضروبه، خاصه من بعد الساعه 11، من بعد الساعه 12 الظهر لغايه مثلا الساعه 2 3 بتلاقي الاوضاع ما يعلم بها الا ربنا. يا باشا خلاص اركن عربيتي اكرم لها واقعد، انا احسن ما بهدل نفسي وبهدل عربيتي في كيلوات في اسعار تعبانه وشغل ببلاش، ليه اشتغل ببلاش؟ فهي دي الفكره، ان في اوقات كده وفي اوقات كده. فانت الناصح او اللي فاهم الشغلانه ما يخليش قطر الشركات يدوس عليه. اوعى تخلي قطر الشركات يدوس عليك، انت دوس عليهم. ازاي؟ اشتغل صح، عرفهم ان انت فاهم، عرفهم مش اي حاجه تعملوها اي حاجه تقولوها انا همشي وراكم زي العبيط وخلاص، وماليش دعوه بقى بالجروبات اللي هي ايه تحس ان هو عملاء للشركات، او يعني ايه تحس ان هم مش عارف انا مدسوسين علينا في حاجه غلط. اركن، ارمي الجروبات وارمي الزفت ده على جنب، خليك انت شغال بعقلك وشغال بنفسك وشغل نفسك، واعرف الصح فين واعرف تعمل ايه وتروح فين وتيجي منين ودنيتك ماشيه، ما تمشيش ورا حد. زي بيقولوا كده في مثل علموه لنا زمان كانوا كاتبينه على حيط المدرسه، بيقول لك ايه؟ كن راسا لقطه ولا تكن زيلا لاسد. فانت خليك كده، شغل دماغك وانت ماشي، حرك نفسك، مش محتاج حد يحركك ولا تسمع كلام جروب ولا كلام زفت ولا مش عارف ايه ولا ده راح فين ولا ده جاي منين، وماليش دعوه بحد. انا بشوف دنيتي ماشيه ازاي، ادور نفسي، اعرف انا رايح فين وجاي منين، وما بقاش عبيط. فالفكره كلها ان انت حاول تشغل ده، ربنا اداك ده عشان تشغله وتعرف انت رايح فين وجاي منين، وتدور شغلك وتعمل سيستم لنفسك. كل فتره تشتغل على حسب السيستم، تظبط الدنيا، يبقى انت ليك سيستمك لوحدك. ماليش دعوه اصل فلان شغال كده، اصل قريبي شغال كده، اصل صاحبي شغال كده، ماليش دعوه بحد. انا ليا سيستم الخاص بتاعي اللي انا بدوره واشتغل بيه واظبط الدنيا واعرف انا رايح فين وجاي منين ومظبط دنيتي، وماليش دعوه بالشركات. الشركات دول كلهم شويه حراميه، اهم حاجه ياخدوا فلوس وياخدوا عموله على قفاك. انت انت بالنسبه لهم هوا، انت بالنسبه لهم ارقام. طول ما الارقام بتقل هم هيحاولوا يرضوك، الارقام بتزيد هم هيدوسوا عليك. فانت يعني ايه عرفهم مقامهم وعرفهم انت شغال عشان تنزل تجيب لقمة عيش حلال وتنزل تجيب فلوس، مش عشان خاطر تديهم هم بس. اهم حاجة بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ويوصلك مننا كل جديد، ومتنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو. واهم حاجة تعليق في الموضوع ده، علق لي رأيك ايه، انت شايف اللي انا بقوله ده ايه، لازم تحط لي رأيك في التعليقات. وقبل ما نقفل الفيديو بنعمل ايه؟ بنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزة، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.